تدريب آخر من تدريبات إكمال الجمل أو إكمال الفراغات، وما زلنا في البداية، بدأنا بالسهل، يعني التدريبات التي يوجد فيها فراغ واحد. تدريب، ننتقل كذا من الأسهل إلى الأكثر صعوبة، الأصعب ثم الأكثر صعوبة، هكذا يعني نتفاعل الأول بالتدريبات الخفيفة في البداية. المثل، ما هو المثل؟ المثل فراغ كالنجوم يهتدى بها أو تهتدي بها ولا تراها وجها لوجه. المثل، طيب في هنا فراغ. طيب يا أستاذ، ما كيفية اختيار الإجابة الصحيحة أو الفقرة الصحيحة؟ هذا يرجع إلى رصيدك من المعلومات ومن المعاني، أو إلى حفظ هذه العبارة، أو هناك قرائن، توجد قرينة بين الكلمة المحذوفة وبين العبارة الموجودة في أعلى التدريب، في قرينة. سمعنا قبل ذلك المثل الأعلى، المثل الأعلى لي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المثل الأعلى. ما سمعنا واحد يقول المثل الكبير أو المثل الأدنى، لا، لك المثل الأعلى، بما أنها جمع المثل، ها إذن كبيرة ما سمعنا بهذا. المثل السفلى ما ينفع، كيف سفلى وهذه في النجوم. المثل الدنيا ما سمعنا بها، المثل العليا. إذن الصواب هنا والاختيار الصحيح أو المفردة، تلاحظ المثل العليا، المثل الأعلى، هنا توجد قرينة بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. سمعنا فلان مثل الأعلى هو فلان، خلاص، في قرينة بين كلمة المثل وبين كلمة العليا. إذن الجواب هو أظلل على دال العليا، هذا هو الاختيار الصح. المثل العليا كالنجوم تهتدي بها ولا تراها وجها لوجه.